السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو معنا فيديو أشياء صراحة لأول مرة في حياتك جاية في الفيديو. عاوزينك تشترك في القناة أسئلة، 100 مشترك واضغط لايك أنا أسئلة أكبر عدد من اللايكات في الفيديو. أوكي أنت بتشوف الفيديو انزل اشترك وشغل جرس التنبيهات. يلا نبدأ الفيديو. معنا أول فيديو، اتنين زبون السلة في بانك واحد، زبونات إيدهم بيزاتكم كوباية، شوف كل جزء ازاي والكوباية بتنزل في الكوباية بتاعتها. واو شكلها عامل ازاي. عن واحدة بيديه راح كله نازل، راح كله نازل مع بعض. دي بيلف الصحون بيعمل عرض، بص لف اللي فوق بعد كده ايه هيلف اللي تحت. لفهم ازاي؟ بص هيجي عربية يوقفهم، يوقفهم جات البلياردو وحتى السيارة نخال، بص خبطتها وهي لسه بابا، بص ورجعت وخبطت التاني، ودي مش فوقت. واو سجاير دي لزق، نوع من اللزق. واو شوف اللزق بتمنع ميه قد ايه، هتلاقي دي نوع من اللزق جامد، تلاقي نوع من اللزق دي جامد خالص. بص بحط تاني مش ولا نقطة ميه بتتشال، بص حط تاني بقى مش في ميه تشال، بعد كده شايلها ميه لازم ايه تاني، بعد كده حطها تاني بدل ما تغرب برميل ولا أي حاجة، لأ تجيب لزق وتلزق. دي بيلون العمارة شوف ازاي، واقف على الحبل بص بيزق الحبل وهو بيعمل، مش بيحرك ايديه نعمل بيدي كده رايح جاي، لا هو بيحطها بص بيدفع رجليه، بعد كده بص هيروح طاير بالحبل ومدور التاني. دي بيحطه بتاع في المصنع في الشفاير، بص بدل ما واحد يشيلها ويوديها هناك، لا يحطها في الأرض ويتزعف على واحد. دي بيصلح الجزاز، شوف هو مكسور ازاي الآلة ديت، بص هو في أي كسر. دي تزحلق على الماء، نقف كام واحدة عشان يساعدوا بعض وكده، شوف مع بعض بيفتح حلبة الرفيع اللي بيفتحها، بيفتح حتة رفيعة خالص شوف ازاي، يعني شوف ازاي مش بيقطع كله مقاس واحد. دي برضه نوع من اللزق اللي بيجمع المية، بس تلاقي نوع اللزق دي جامد خالص، يعني جامد خالص. وصل المية بتدف خرسانة كمان، وصلها بركت في أي حاجة، بس تلاقي دي نوع لازم دي جامد خالص وغالي. بص حطه تاني، بص دي بتصلح أي حاجة، أي ماسورة مكسورة بيجيب اللازم دي ويلفهم حوالين. دي بيقطع عامل زي السلايم، سلايم بص عامل ازاي، وواحد عايز الناس يلعب فيه. دي برضه بيقطع فاكهة، نوع من الفاكهة بيقطعه. واو عمال يقطع فيه. دي مانجا، دي برضو ايه دي بتاعت التفخيم وكده تزيين العربيات. دي لازم يكون فيه بخار هوا ساخن عشان تلزق. بص لانهم برضو ايه شغلانة صعبة برضو، عشان ممكن يقطع حتة غلط تطلع يعملها من أول جديد. لا بص بتاع صعب، دي بتعمل عربيات وكده، انت مثلا عربيتك عايز تغير لونها تروح تعملها. دي دباسة بتدبس على نظام قرطاس، بندبس بنحطها بندبس على طول بندبس ايه، بتفرم التلج بتفرمه. بص بتكسر ازاي، بتنسفه. بص بيطلع كمان، دي بتنضف الاسمنت. بص الكترونية شوف مع رمود وين ايه بيعملوا بالرمود على طول، يروح جايبه من هو جاي. دي برضه بيطلع حتة رفيعة، نوع من الأكل بيطلع بره حتة رفيعة. واو عمال يقطعها وعمال يقطع، تلاقي نوع من الخشب، دي خشب 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 دي خشب. دي برضه تقطين الفحار، تقطين بيصنع منه جلة، بيصنع منه أي حاجة. بص دي بتاع بتلف وهو جاي يمسكوا حاجة حادة زي ما جاي يرسموا عليها، يجيبوا يمسكوا حاجة حادة موجة بموسى عشان ينعمها بإيديه. هيبدأ بقى إيه بقى رسم عليها دلوقتي، بس شكله مش هيعمل رسم. دي بنعينها وخليها جامعة. دي برضه نوع من اللزق، الزيت الزيت في العربية، الزيت بيتوسخ. شوف كده بقول لك ازاي اللزقة بتعمل، بص حط اللزقة هنا كده في أي حاجة. بص دي بدل ما تغير التانك ولا تغير، لا تجيب اللزقة وتحطها على طول ولا يحصل في أي حاجة، ولا يحصل أي حاجة. اهو بص دي ورينا برضه، دي برضه بتنزل زي الطهي اللون، اللون لون المبنى وانا مش عايز اتلون وكده.
دي برضه برسم على خشب ديكور، برسم ديكور دي بنها يدوي مش آلي، فيها أشكال بتعمل بالآلة بس دي يدوي. دي اللون برضه بيروح فين اللون ده؟ تاخد دي بالصفة ولا حاجة؟ مين دي بقى؟ دي شوية بيمشي عليه جبل في حبل وبيمشي عادي ولا كان في أي حاجة. شوف بقى الموجع ممكن بقى يموت، كمان واحد يبقى عايش لك وانا امشي. ايه دي يا ابني؟ دي برضه لو بتاع نوع من الكعك اللي بتاعه، واو عمال يقطعها. دي برضه النحاس لون اللون دي بتاع البنات وكده، بتاع البنات تيجي تشيل حاجة جامدة من جواها تلاقي دي في الجيم ولا حاجة بمصورة. دي بقى دي بتاعت لفت اي حاجة، لف السجاد وكده دي بتكون جواها. دي بتاع شوف سكينة عاملة ازاي، ملتوية، سكينة ملتوية. بص عمال يقطعها، ده بقى بحط بقى مادة ملونها، ملون اتنين الفخار. شوف المشهد الأول كمان يعمل فيه في الآخر عمل للخيزران، بتاع الخيزران مش عارف بقى بيستخدم فيه في علاج أو في طهي أو بيستخدموه في حاجة الخيزران ده. شوف السكينة حامل ازاي، دي النحاس بيستخدم في مولدات الكهرباء وكده، بيستخدم في مولدات الكهرباء. دي بيصنع طهي، الطهي ده اللي هو بيصنع وقت وحاجات بقى من بين ده وحاجات حركات وبرنات لحد يعني. شوف دي واو عامل ازاي، لما دي سنايبر كمان. شوف دي بقى دي ورق، دي ورق دي قطع. شوف بتعمل ازاي في الاخر، دي واحد بيجري له حلقة. شوف كل ما يجري كل ما يبدل اكتر بترتفع. دي برضه نوع من التمارين، برضه نوع من التمارين عشان يقدر انك تلف زي الفار كده، دي الفار بدون ما ياكل. واو دي برضه ملزق سبحة، ملزقة أشكال بتاعت رمضان، فانوس أي حاجة. وعمال يعمل عمل دبدوب في الآخر. واو دي نوع برضه من الزيت، بس دي زيت ناشف، ونوع برضه من باع طهي ولا أي حاجة، دي زيت ناشف برضه. وعمال يعمل شوف دي برضه عامل زي نوع برضه من الأكل، وعلى عايز واحدة زي دي يروح واكلها على طول وينسى اللي حصل. واحد بقى عايز واحد زي دي يقول وكل خصوصا في الاشتراك، ناس اللي مش مشترك واضغط لايك، ناس اكبر عن مالك. ومع السلامة.